كونكورد، اسم يشير إلى حقبة بعيدة كان السفر الجوي فيها أشبه بهذا. مرحبا بكم على متن المقصورة الرحبة. أو هذا. ياه، فليساعدني أحدكم، هذا الشخص مجنون. بعدما يقرب من عقدين من آخر رحلة أسرع من الصوت لطائرة كونكورد عبر المحيط، فجأة تجدد الحنين إلى طائرات كونكورد. جميع الكراسي ستحتوي على طاولات للطعام، لا الدرجة الأولى فقط. أشعر كأنني أطير على متن الكونكورد. يمكنك المغادرة في أي وقت. حالياً يعد جيل جديد من الشركات بإعادة الطائرات الأسرع من الصوت للتحليق في جميع المطارات بحلول نهاية العقد الجاري. ولكن هل ستنجح أي من هذه الشركات في الانطلاق من حيث توقفت الكونكورد بعد الإخفاق؟ انطلقت طائرات الكونكورد من شمال المحيط الأطلسي، وتركزت رحلاتها بصورة رئيسية من باريس ولندن إلى نيويورك وواشنطن. تخطت سرعتنا سرعة الصوت الآن بعد 11 دقيقة من الإقلاع. هذا مثير حقاً للاهتمام، أن تطير أسرع من الصوت وأن تصل إلى نيويورك في حين أنك للتو قد حلقت. كان في الأمر قدر كبير من الأناقة والبراعة، ولم تكن المقصورة أو المقعد الأكثر راحة في العالم مقارنة بما ستحصل عليه على متن طائرة خاصة اليوم، لكنها كانت تشعرك بالتباهي بسرعة إنجاز رحلة في يوم واحد. عبرت الكونكورد المحيط الأطلسي في غضون 3 ساعات ونصف، الأولى والأفضل والأسرع. لم تكن تلك الطائرات قط وسيلة نقل لعامة الناس، ويعود الأمر جزئيا إلى تكلفة الوقود. كانت هذه المحركات أعجوبة هندسية، ولكنها في الوقت نفسه ليست كفأة من حيث استهلاك الوقود. بعدما يقرب من 3 عقود في الخدمة، توقفت الكونكورد عام 2003 بسبب ارتفاع التكاليف وضعف الطلب على السفر بعد أحداث 11 سبتمبر وتدهور سمعة السلامة بعد الحادثة المميتة عام 2000. وفي خضم التطور والحداثة لتكنولوجيا الطيران، أصبحت الطائرة الأسطورية للنخبة من الآثار القديمة ومصيرها المتاحف والمعارض. اليوم سواء كنت تدفع مقابل الجلوس هنا أو هنا، فستصل في الوقت عينه، لأن مصنعي الطائرات وشركات الطيران أمضوا نصف القرن الماضي في التركيز على أشياء مثل الكفاءة والسلامة ووسائل الراحة بدلاً من السرعة العالية. ولكن بعدما يقرب من عقدين منذ زوال الكونكورد، قد يعود التركيز على السرعة. بعض أصحاب رأس المال الجريء المستثمرين مستعدون للرهان على نجاح إعادتها للحياة. ثانياً، اليوم تتاح تقنية لم يعمل بها قط في الستينيات. يمكنك تصميم كثير من الأشياء باستخدام الحواسيب والمواد الجديدة كمركبات الكربون. كل هذه الأشياء تجتمع معاً بحيث يأتي أصحاب الخبرة التقنية ليقولوا: ما الذي يمنعنا؟ عندما توقفت الكونكورد عن التحليق قبل 20 عاماً، لم توضع في الواقع خطة للمتابعة من حيث توقفت، وهذا ما نفعله في بوم، حيث نبني وسيلة سفر عالية السرعة يمكنها نقل عدد أشخاص أكبر من أي وقت مضى. بوم إحدى الشركات الناشئة التي انتزعت ألمع مهندسي الطيران لمهمة تصميم جيل جديد من الطائرات الأسرع من الصوت. تبدو كل طائرة جيدة على الورق، ولكن عندما تنتقل من تصميم ورقي إلى طائرة فعلية حيث ستضع فيها حياة إنسان لتطير، سيتعين عليك حل آلاف المشكلات على طول عملية التصنيع. لكن ما نفعله ليس اختراعاً لعلم جديد ولا لتقنية جديدة. تطور بوم طائرة تجريبية أسرع من الصوت تسمى XB1، إذا نجحت فستكون أول طائرة أسرع من الصوت تطور بشكل مستقل على الإطلاق. مع الاسم الذي يعود إلى الطائرة الأصلية الأسرع من الصوت X1، ستستخدم XB1 لاختبار وتحسين الهندسة التي ستؤدي في النهاية إلى طائرة تتسع لمئة مقعد تسمى أوفرتشور. إنها أشبه بطائرة كونكورد 2.0، وإذا سارت الأمور على ما يرام فسنحلق بأول رحلة مأهولة في نهاية العقد. بناء طائرة تجارية يمكنها كسر حاجز الصوت هو خبر قديم في هذه المرحلة. أظن أن جوجل يمكنها صناعة طائرة رجال أعمال أسرع من الصوت في وقت قصير إن أرادت، لا لغرض البيع بل لمجرد صنعها، لكن لا بد من بنائها لكي تكون منتجاً اقتصادياً لا بهدف استعراض القدرات فحسب. كانت التجارب التجارية الأولى للطائرات الأسرع من الصوت في الستينيات أساساً مشاريع للاستعراض، فالطائرة البريطانية الفرنسية الصنع كانت حرفياً بمنزلة مبادرة توافق بين الدولتين ونموذج أولي ينافس النماذج الأولية السوفيتية والأمريكية التي طورت خلال السباق التكنولوجي عينه في أثناء الحرب الباردة الذي أوصل البشر إلى القمر، حينها فاقت المكانة الوطنية المخاوف بشأن الربحية على الأقل لبعض الوقت. حدثنا عن السوق المحتملة لطائرات الكونكورد، ما أدنى عدد متوقع بيعه وما الأعلى؟ إذا بعنا 50 طائرة أو أقل فسأكون محبطاً جداً.
محبطا بالفعل. رغم أن الطلبيات المسبقة تجاوزت 100 في البداية، فإن الاقتصاديات المعقدة لصنع الطائرة خفضت الرقم سريعا إلى 14 فقط، وسلمت لشركات الطيران الوطنية في البلدان التي بنتها. لكن الجيل القادم من الطائرات الأسرع من الصوت تصممها على الأغلب شركات خاصة لا تعتبر النجاح التجاري مجرد فكرة عابرة بل أهمية قصوى. عندما توقفت الكونكورد عن العمل في عام 2003، شهدت حركة السفر الدولية زيادة قدرها 2.5، ما يفتح سوقاً كبيرة للطائرات الأسرع من الصوت. وعندما توظف كل التكنولوجيات الجديدة ذات الصلة بالديناميكيات الهوائية والمواد والمحركات الدافعة، ستتمكن الآن من بناء طائرة أكفأ بكثير من الكونكورد، ما يعني أنها ستكون متاحة لعشرات الملايين من الناس بأسعار مماثلة لدرجة رجال الأعمال اليوم، بدلاً من كلفة الدرجة الأولى على سبيل المثال. حتى الآن جذبت تطلعات بوم الجريئة بالفعل انتباه عدد من شركات الطيران التي تقدمت بطلبات حجز مسبقة معدودة لطائرة أوفرتشور التابعة للشركة. يبقى أن نرى هل سيترجم تصويت الثقة المبكر ذاك إلى نجاح أم لا، وفي النهاية سيتوقف ذلك على اقتصاديات صناعة الطائرة. تعتمد شركة ناشئة أخرى طموحة نهجا مختلفا في السباق الجديد لتخطي سرعة الصوت، تدعى سبايك إيروسبيس، وتطور طائرة S512 التي تتسع ل 18 راكبا، وتستهدف سوق الطائرات الخاصة البالغة قيمتها نحو 30 مليار دولار. مثل بوم تستهدف سبايك على المدى الطويل إيصال السفر الأسرع من الصوت إلى أبعد مدى من قمة الرفاهية. إذا تذكرنا فترة التسعينيات عندما ظهرت لأول مرة أجهزة تلفاز بشاشة مسطحة وكان سعرها 25 ألف دولار للشاشة، ولم يستطع أحد تحمل كلفتها، حتى جو بابليك لم يستطع تحمل كلفتها، فقد كانت لفائقي الثراء فقط. أما الآن فتبلغ تكلفتها 200 دولار فقط. سيحدث الشيء نفسه مع الطائرات الأسرع من الصوت. نعم، في البداية ستكون على الأغلب للمسافرين من رجال الأعمال والأثرياء الذين لديهم طلب وحاجة ويمكنهم تحمل تكاليف الطيران، ومع استعادتنا تكاليف البحث والتطوير والتقنيات سنكون قادرين على تقديم نفس خدمة الطيران الأسرع من الصوت لعامة الناس. لست متأكدا أنها ستكون رخيصة مثل الرحلات الاقتصادية، لكنها ستكون ميسورة التكلفة وبأسعار معقولة أكثر مما ستكون عليه في البداية. قبل أن يتمكن الجيل القادم من الطائرات للوصول إلى السوق، خلفت طائرات الكونكورد سوابق مظلمة قد تعوق عودة الطائرات الأسرع من الصوت. الأولى ببساطة أبرز وأعلى من أن نتجاهلها. ما رأيك في هذا الصوت؟ يجعلك تقفز. يجعلك تقفزين، أليس كذلك؟ بلى. هل شعرت بالخوف منه على الإطلاق؟ لا، ليس تماما. ما رأيك في ذلك سيدي؟ مضجر إلى حد ما. كانت ضوضاء الإقلاع التي تصم الأذان والانفجارات الصوتية المزعجة للطائرات الأسرع من الصوت عند عبورها حاجز الصوت مزعجة جدا، لدرجة إثارتها رد فعل عنيفا واحتجاجات واسعة النطاق في ستينيات القرن الماضي، ما أجبر الحكومات في النهاية على حظر كل الرحلات الأسرع من الصوت فوق اليابسة. لكن حلا محتملا يتشكل يمكن أن يعالج كل المعضلات الفيزيائية والتنظيمية للانفجار الصوتي. X59 تمثل تتويجا لعقود من العمل من وكالة ناسا لمحاولة حل مشكلة الانفجار الصوتي، تحديداً لإيجاد طريقة لتقليل الدوي الهائل للصوت بحيث لا يكون انفجاراً بل صوتاً مقبولاً في حال سماعه كل يوم. لتحقيق هذا الهدف دخلت ناسا شراكة مع قسم برامج التطوير المتقدم الشهير في شركة لوكهيد مارتن المعروف بسكانك ووركس لتطوير تصميم متقدم لهيكل الطائرة يمكنه حقا تقليل تأثير الموجة الصوتية القوية على الأرض. لكن جوهر المشروع يدور حول قياس رد الفعل العام لتمهيد الطريق لتوجيهات فيدرالية ودولية جديدة متعلقة بالطائرات الأسرع من الصوت. خطتنا هي إجراء 5 إلى 6 اختبارات في مواقع مختلفة في الولايات المتحدة على أمل استطلاع آلاف من ردود الأفعال لتحديد نسبة السكان التي ستنزعج من مستوى معين من الصوت. لذا تتعلق الاختبارات بتوفير البيانات التي يمكن أن تساعد إدارة الطيران الفيدرالية ومنظمة الطيران المدني الدولي على وضع ضوابط لمستوى الصوت المعياري المعتمد. تقليل ضجيج الانفجارات الصوتية أو القضاء عليه من شأنه فتح مسارات سفر جديدة لا حصر لها، والمساعدة على تحقيق جدوى اقتصادية واسعة النطاق للسفر الأسرع من الصوت لم تتوافر لطائرات الكونكورد. لكن في الطيران الأسرع من الصوت عيبا آخر برز مجددا في العقود القليلة الماضية، إنه استهلاك الوقود والانبعاثات. للطيران بسرعة تقارب 2250 كيلومترا في الساعة بمقصورتها التي تتسع ل 100 مقعد، تستهلك الكونكورد أضعاف كمية الوقود لكل راكب مقابل طائرة نفاثة عادية عابرة للمحيطات. ولتقلب تكاليف الوقود والقلق المتزايد حيال الأثار البيئية للسفر الجوي، يصعب تخيل شركة طيران معاصرة تشتري طائرات كثيفة الاستهلاك للوقود وفوضوية مثل ما كانت الكونكورد. لكن التقدم التكنولوجي الأحدث قد يمنح الشركات الناشئة للطائرات الأسرع من الصوت فرصة لتصحيح هذا الإرث السلبي أيضا.
السرعة ليست المسألة الوحيدة، بل علينا مراعاة البيئة كذلك. لذا كان السؤال الحقيقي في رأينا هو: هل يمكننا إدارة استهلاك هذا الوقود السائل بدلاً من الاعتماد فقط على الوقود الأحفوري الذي يلحق ببيئتنا ضرراً واضحاً؟ أبرمت إيريون شراكة مع كاربون إنجينيرينج ومقرها كندا، تسحب تقنيتها الالتقاط المباشر للهواء ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء لمعالجته بعد ذلك إلى منتجات تجارية مثل وقود الطائرات. ما يزال الأمر نظريا إلى حد ما في هذه المرحلة، لكن حال تحقيقه سيوفر رحلة فائقة السرعة محايدة للكربون. لذا يمكنك تصور الأمر على النحو التالي: ثاني أكسيد الكربون الذي سينبعث من طائرة إيريون ES-2 هو عينه الذي سنسحبه من الهواء لصنع الوقود، وبالتالي لن نوفر رحلة بسرعة كبيرة فحسب، بل وبلا بصمة كربونية. في حين أن كل هذه الشركات الناشئة حريصة على كسر حاجز الصوت مرة أخرى، فمن الصعب ألا تكون متشككاً قليلاً على الأقل في التوقعات، بخاصة عند أخذ مدى صعوبة تطوير الطائرات في الاعتبار. على سبيل المثال، يقال إن طائرة بوينغ 787 دريم لاينر ذات الهيكل العريض تجاوزت ميزانية التطوير بمليارات الدولارات، ووصلت إلى السوق بعد 3 سنوات من الموعد المتوقع، مع أنها تعتمد إلى حد كبير على تقنيات واقتصاديات معتمدة لدى الطائرات الأقل من سرعة الصوت. يوجد أيضاً تأثير غير معروف على المدى الطويل يخص الطلبة في عالم ما بعد الجائحة، إذ أصبح بالإمكان أن يحل اجتماع افتراضي محل سفر الأعمال أو كبار الشخصيات. مع ذلك، قد يوفر السفر الأسرع من الصوت جاذبية إضافية للمسافرين الذين يحاولون تقليل الوقت المهدر في مقصورة مغلقة مع مجموعة من الأشخاص الآخرين. العميل يريد كل شيء، وهنا يبدأ العمل الحقيقي. وبغض النظر عن كل الكلام المعاد، فهنا ليس فقط ستظهر قدرتك على بناء الطائرة، بل وقدرتك على بنائها وفق كل المعايير التي تفرضها عليك السوق. للنظر إلى السباق الجديد للسفر الأسرع من الصوت طريقة أخرى، هي أنه جزء من رؤية أوسع لمستقبل يطرح مزايا جديدة للسفر لمسافات طويلة، سواء بطائرات أسرع من الصوت أو خارقة للصوت أو لها ميزة جديدة كليا، مثل الرحلات المكوكية التي تقفز بين النقاط على الكرة الأرضية. وهذه الموجة الأحدث من الشركات الناشئة تدفعنا ببساطة نحو هذه الحدود، وقد يبدو ذلك الأمر من الخيال، لكن عندما تحاول الدخول في عصر جديد من السفر فائق السرعة، فمن المفيد أن تكون متفائلا. سنذهب عبر المحيط الأطلسي ونعود إلى الوطن في اليوم نفسه. سنعقد مزيدا من الاجتماعات شخصيا، وستتغير طريقة اختيار من يمكننا الوقوع في حبه. أريد عالما لا تعتبر فيه أي علاقة فاشلة بسبب بعد المسافة. هذا ليس خيالا علميا.